في لقاء مثير كسب الاتفاق ضيفه الرائد بأربعة أهداف نظيفة على استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح الجولة 27 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بدأ أصحاب الأرض بهجوم على مرمى ضيوفهم وكشفوا عن نواياهم مبكرا في زيارة الشباك. 6 دقائق ويتحقق المراد. المهاجم عبدالله السالم يضع الاتفاق بالمقدمة بعد أن ترجم كرة حائرة بين الدفاعات الرائدية في شباك دوخة هدف اتفاقي أول. خالد العطوي، الكرة تسجل في المرمى من عبد الله. حالة ارتباك عاشها دفاع الرائد بعد الهدف. عبد الله السالم يتوغل داخل المنطقة ويرسل كرة عرضية تجد سليمان دوكارا الذي لم يتوانى في ترجمتها في شباك الرائد هدف ثاني. كاد عبد الله السالم أن يضيف هدف ثالث بعد تسديدة قوية، لكن دوخة يتألق في إبعادها. مع نهاية الوقت الأصلي حكم اللقاء يعود لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء للاتفاق ترجمها القائد فيليب كيش هدف اتفاقي ثالث. ينتهي الشوط الأول 3 أهداف اتفاقية دون رد. كبير يا إنتي بالثلاثية. في الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا، سيطرة اتفاقية وتراجع للاعبي الرائد. محاولات الرائديين على مرمى محمد الحيطي لم تشكل خطرا حقيقيا علاوة على قلتها. في الربع الساعة الأخيرة رمى الرائديون بكل ثقلهم للوصول لشباك الاتفاق، لكن حال المدرب هاسي يصف المشهد بشكل أدق. وفي الوقت بدل الضائع البديل هزاع الهزاع يضيف الهدف الرابع للاتفاق بعد أن خطف كرة من بين دفاعات الرائد ليسكنها على يمين عز الدين دوخة. يلعب الكرة هزاع كول. لينتهي اللقاء بانتصار الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة ويصل للنقطة 39 فيما تجمد رصيد الرائد عند 42 نقطة.